متخرج لعام 2020 ومواليد برج الميزان الهوائي. طبعا الميزان الهوائي السنة دي هي سنته، وكوكب الزهرة هو اللي نازل، عشان كده هديهم الأمان والاستقرار والسلام والتسامح والتصالح مع النفس ومع الآخرين، والمكاسب طبعا الكبيرة والتغيرات الكبيرة والجذرية اللي هتكون في حياتهم على جميع الأصعدة. سنة ولا أحسن ولا أروع من كده، كل السنة معاهم يعني بيحققوا فيها مكاسب وبيحققوا فيها نجاحات. يمكن بس بنحذرهم من شهر 12 آخر شهر في السنة يكون كل واحد عرف هو كسب السنة دي وحقق ايه من طموحاته. نسبة حتى للي هم الموظفين، ان شاء الله المراكز الكبيرة في انتظاركم والترقيات واعتلاء المناصب الكبيرة تكون عند الكثير منكم اللي هم مهيئين لكده، وعلى حسب العمل والمهنة اللي هم بيمتهنوها والشراكة بالنسبة للتجار منكم، او اللي بيشتغلوا في قطاع خاص، او اللي فاتحين شركات لو فتحوا اماكن تانية، او حتى لو دكتور بيفتح عيادة في مكان هنا ومكان هنا، محامي بيفتح مكتب هنا ومكتب هنا، الامور دي هتبقى في صالحه. عايز مجموعة محامين هيجوا يشاركوه، او عايز مجموعة دكاترة هيجوا يشاركوه، الشراكة اقبل الشراكة طبعا بعد التفكير، ولكن ما تطولش في التفكير. او لو جالك شغل، لو جالك سفر في شغل، لا اختار السفر. لو عندي قضايا مع اي حد ان شاء الله تكون المكسب ليك. ايا كانت الدنيا دايما هيبقى في صالحك، الا اي شيء في تغيير هيبقى في صالحك. تغير السيارة، البعض مش هنقول الكل، مش معقولة يعني، ولكن كل واحد بيغير على حسب. ممكن واحد يغير عفش بيت، ممكن واحد يغير الجاكيت اللي هو كان لابسه، يعني قصدي في تغييرات في مكاسب. مثلا انا باخد مرتب 1000 جنيه يجي لي شغل احسن ب 1500 جنيه، يقول لك يا عم الراجل قال لك حظوظه وفلوسه بتاعه مش لاقي حاجه. كل واحد على حسب الشريحه اللي هو عايش فيها والمهنه اللي هو بيمتهنها. حتى الفلاح في ارضه بتكون زرعته صحة والمكاسب الماليه بتجيله من ورا الزرع بتاعه. بالنسبه للفنانين، نسبه جميع الطبقات مهيئة السنة دي طبعا هيحققوا فيها حاجات كبيرة جدا. سنة ما بتجيش الا كل 12 سنة، وبالتالي بتكون الحظوظ المعكوسة على جميع برج الميزان السنة دي. وما فيش هنتكلم بالعشريات، لان الثلاث عشريات اكيد كلهم زي بعض، ونسبة للمغامرة والمجازفة. وبيت المال عندكم مليان ويفيد كمان وتسددهم، البعض منكم كان عليه ديون او عنده التزامات يسددها، فيش اي مشاكل مالية. ما عليك الا انك انت تقتنص الفرصة وتقدر تحولها لاشياء او لمكاسب تفيدك في حياتك.